خرجنا نتعشى بره، واحد لابس قميص شكله محترم، و يلا بينا. بصوا، احنا لازم ندوس على الزرار ده هنا عشان الشاشة يكتب ستوب. من غير ما تدوس كده ممكن عادي جدا مفيش ما يقفش. ف بصوا كمان حاجة حلوة قوي، لما الأوتوبيس هيقف الحتة دي هتنزل لتحت شوية كده عشان الناس اللي معوقين وكده يقدروا ينزلوا. بصوا بتقرب ازاي. هنا هنعدي الشارع، ست عادية، بصوا هنا دايما بيبقى مكتوب فاضل لك كام ثانية على التعدية، يعني مش تعدي كده وخلاص، لا كل حاجة محسوبة. دي بقى الجاز ستيشن. بصوا عجلة مسروقة، منظرها كوميدي قوي. هو كان حاططها كده واتسرقت واتسابت له من غير اي حاجة، فمنظرها كوميدي قوي. انا هصورها مش قادر. هي دي اللي انا بقول لكم عليها. اهو بتشتغل في الويك اند، دي زي بنزينات وطنيه كده عندنا وماستر والحاجات دي. فهي دي بقى الجاز ستيشن اللي انا كنت بقول لكم عليها. لما السوبر ماركت والحاجات دي بتقفل يوم الاحد، ما عندكش حل تاني فعلا، ممكن تموت من الجوع، يا اما تيجي الجاز ستيشن دي. ده مكتوب احنا هناخد الباص اللي هو رقم 50 ده، هيجي منه اتنين، هيجي منه باصين. اول باص هيجي بعد 5 دقايق، وتاني باص هيجي بعد 15 دقيقة. ف يلا هنعدي الشارع وناخد الباص التاني اللي هو رقم 150. يا رب بس يطلع الصوت حلو، لان المايك اتكسر من الكاميرا وانا جاي في المطار، ف مش عارف الصوت هيطلع حلو ولا لا من غير مايك. فين الباص؟ الحين نسال سواق الاوتوبيس فين الباص. خلاص قال لنا، قلنا له دانكشين. ديت هيتداس عليك يا معلم، هيتداس عليك مفيش هزار. القانون مش هيعمل لهم اي حاجه، لان انت بتعدي في وقت غلط والاشاره حمراء، ما ينفعش انك تعدي. في الباص لقيت ناس من مولدوفا جايين يعيشوا ويشتغلوا هنا، فرحت قوي ان انا عرفت اتكلم معاهم، يعني خبره برضه والعيشه علمت الواحد. بص بقى، هنا لازم ندوس ستوب عشان يعلم فوق كده ستوب، ونخرج في الستوب اللي جاي. يلا بينا. انا لبست الشنطه بالمشقلب. الناس اللي كانوا في الباص حسيتهم مش قد كده، يعني حسيتهم ممكن يسرقونا او حاجه، ف رحت حاطط الشنطه بالمشقلب. الشنطه دي فيها كل حياتي، باسبوري وفلوسي وحاجتي وموبايل شاحن وكاميرات، فمن غير الشنطه يعني كاتاستروف كده زي ما بيقولوا. وصلنا بس مش لاقيين المطعم. من ساعه ما كلمت الناس في الاوتوبيس روسي وهي عاجباها كلمه استاروزنا استانوفكا، يعني احترس في وقفه جايه. دي بتتقال دايما في الاوتوبيس وفي المترو، بس انا بصراحه مش فاكر هي استاروزنا استانوفكا ولا استانوفكا استاروزنا. خلاص جايب لنا اهو على ال 90 متر على الجي بي اس. بصوا بقى دلوقتي الساعه 8:30 بالليل، شايفين مفيش حياه، كل حاجه ميته. بصوا المحلات كلها قافله، كل حاجه قافله، المول مهجوره. اعتقد ده زي ايام الكورونا عندنا في مصر الساعه 1 الفجر. لكن مكان جامد قوي. You can eat.
نشرب اي حاجه. طبعا كله بالالماني بس شكله حلو جدا جدا. بصوا all you can eat and drink 29 يورو 28 يورو. مش عارف بطني وجعاني قوي. جبنا الاكل كله وجينا دلوقتي على هنا. يلا بينا بقى دخلنا على الجد. هتاخد كاليماري. متوحشين قوي عاملين كانجرو. بصوا تخيل الكانجرو الكيوت اللي احنا بنشوفه في التلفزيون اجي هنا اكله يبقى شخص متوحش جدا. مش هجربه عادي يعني. هينور. شايفين الاكل روعة. وتقدر تاكل كل اللي انت عايزه. خلاص احنا خدنا الاوردرات اللي انا عملتها. كميه اكل رهيبه. وخدنا الصوص 3 وقاعدين دلوقتي مستنيينهم بيحمروا الاكل. مش قادر. دي تالت مره اخد طبق. مش قادر بجد. حاجه كده فظيعه. يلا الاكل هيجي. هقفل كل حاجه وههبر. خلصنا الباص الاولاني. خلاص بقى مستنيين الباص التاني اللي هو رقم 50 قدامه 12 دقيقه بالظبط. اكلنا وشبعنا وروقنا على نفسنا مروحين بقى. الواحد كرش بقى 2 متر. مش قادر يتحرك خلاص. كرش كبر قوي.